تحياتي مشاهدينا، أبدأ وإياكم ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي للاجتياح الروسي في أوكرانيا، ونبدأها بالعناوين. روسيا تقول إن جيشها سيركز من الآن فصاعدا على ما تصفه بتحرير شرقي أوكرانيا، وكييف تؤكد استمرار سيطرتها على ماريوبول المحاصرة وإدانة لاستمرار القصف العشوائي لمدينة خاركيف. كييف تصف المفاوضات مع موسكو بالصعبة، وروسيا تتهم المفاوضين الأوكرانيين بالمماطلة وتستبعد التوصل إلى اتفاق غير شامل. بايدن في بولندا لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلدان حلف شمال الأطلسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية تصف التزام واشنطن بإمدادات غاز إضافية لأوروبا بالخطوة الكبرى لتقليل الاعتماد على روسيا. تفصيلا مشاهدينا، أعلنت روسيا أنها ستركز من الآن فصاعدا على ما وصفته بالتحرير الكامل للشرق الأوكراني، مقرة بمقتل 1351 جنديا من جنودها منذ بداية الاجتياح. وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكي إن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أنجزت. تم الانتهاء من المهام الرئيسة للمرحلة الأولى من العملية العسكرية لنا في أوكرانيا، وتم تقليص الإمكانيات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير يتيح لنا تحقيق الهدف الرئيس وهو تحرير الدونباس. وفي خاركيف دان حاكم المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا القصف الروسي العشوائي والمتواصل لثاني مدن البلاد. وصف المسؤول الأوكراني الوضع بالصعب للغاية، مؤكدا أن القصف الروسي يتسبب في سقوط قتلى ويستهدف مناطق سكنية ومدنيين، وهو ما تسبب في فرار نحو ثلثي السكان من المدينة. وتصدت القوات الأوكرانية للقوات الروسية التي توغلت في ضواحي خاركيف في اليوم الأول من هجومها في 24 من شباط فبراير، وأبعدتها بضعة كيلومترات في محيط المدينة حيث يستمر القتال.